السلام عليكم، هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا اليوم فيديو جديد ردة فعل على خليفة او جي وفورتكس. الاغنية اسمها امواج. طبعا نزلوا عليها هواية اغاني وشوقونا هواية. فاول مرة يصير تعاون كويتي وعراقي، كلش كلش متحمس اسوي ردة فعل عليها. يلا ليتس جو. يلا شباب نبدي الأغنية. هذا الصوت ولا خليفة؟ أوي، جواز عراقي جواز كويتي؟ دولة الكويت. ثاني نعرف الأصبع. وان تو للمحضرة تغيب بالشهور موف الفي وابو شين راح نبيد شوف كلها صراصير راح تموت شيل بهذا السيني ناف بالخيس شيل وصل حدي بس طفح الكيل من اللي قام اشوفه بالسين جنا العمو صاتنا تسبح طاب خاطري طرب انا ابوكم انت عيالي من الديكة تساحة بدالي هو كوني مرغالي فشلك فأملك تشوفني طايح واثق ماشي كملك دلي واضح من صاحب ملامح غامضة سلبت هوسك خلاك تظن البي ازداد عافية بألمك تتبع هواء تدخل أجواء روافقك الراية تمس دمه غيره تمنع أفواه انت نثي بهودج وتقول أصعد على ظهر غيري ليش أركب موجع دوامة تصنع أموال تسوي مختم why didn't even finish this syllabus لا تواجه lyricist تلعب فيك تنس يا الفيمينست no. تبي تنتكش شنو خبل انت whatever the fuck you're sniffing I'm sick of it اكسستن قص بمقص في نقص بالقص في برنقص تنفس ساحة نايمة تبي طراق انا بختص بالصفع خطفة بصارة المرء كم جنق بالفرض من اللي قام اشوفه بالسين جنا العمو صار جنا بسد الحيل طاب خاطري بالرابع انا ابوكم متعيالي من الجيب خذ الساحب بدالي الرابع درى عنكم يا خالي والله جاب حجي الاول على المنصه شنو جبت الفعداء ايزا سوى الغلط الصح حطه على حذاك انا شفت الانواج وممل فما كل قائد الدوله تدور علي والتهمه خطف اضواء سكيم سو سويت واي بيس دي سكيم من بي جي ري لكويت سيري لو جزير اول مي اول فريج بوسعد الوايفا اركبها لك جات سكي واي الفي اول فريج بوسعد اول مي اول فريج بوسعد الوايفا اركبها لك بجد سكي واي الفي اول ريبيت اول ريبيت هذا البيت عطيه لك هذا البيت شيش الو دق عصاملين فورتكس وين جاي دق روتك على الفاصلين 1 2 لما حضرت غيب بالشهور موف الفي وابو شين راح نبيت شوف كلها صراصير راح تموت ارجع على بلعتك ما اشوف نور لك هذا اللي تسرب منه خلينا نيده عراق ليل الكويت همجي وابو الشين حاب اذكرك لو نسيت بوم 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 ليتس جيرز فورتكس وابو الشين يعني ايش راح يطلع فشي خرافه اكيد. طبعا شباب الفيديو كلش حلو من ناحية فيديو كليب بيت الليركس يعني الكورس كلش حلو. فورتكس انا سامع له قبل ما توباد هاي اللي هسه طالعة بالشاشة كلش حلوة كانت صراحة تعاون حلو وكلش حلو نشوف هيك التعاونات بين السين الكويتي والسين العراقي. شكرا لكم على المشاهدة، اتمنى حبيت الفيديو، لا تنسى تقيم المقطع بلايك واشتراك وتكتب تعليق ومع السلامة في امان الله.